والدتي كل سنة تحج وتطلب مني ومن إخوتي ومن أخواتي أن يذهبن معها لأداء فريضة الحج، على الرغم بأننا عملنا فريضة الحج 3 سنوات ونقول لها لا نستطيع الذهاب معك. هل رفضنا لها عدم طاعة لها وينقص من برنا لها وفي طاعتها؟ وجهونا مأجورين، علما بأن هناك مشقة علينا وعليها. ما دام أنها أدت فريضتها وأيضا زيادة على ذلك حجت أكثر من مرة حج نافلة، وفي تكرار الحج كما ذكر السائل مشقة عليهم، فإن الأولى بها ألا تحملهم الحج وتكرار الحج كل سنة، مع ما في الحج في السنوات الأخيرة من الزحام والخطر على الرجال فضلا عن النساء فضلا عن كبيرات السن. فالذي نوصي به هذه الأم وغيرها من النساء المسلمات أنهن إذا أدينا الفريضة فإنهن لا يكررن الحج خوفا من الضرر ودفعا للمشقة الشديدة. وإذا لم تقدروا أو شق عليكم الحج تكرار الحج بها كل سنة فلستم عاقين لها في ذلك. نعم.